هنتكلم النهاردة في حلقتنا عن الشلل الناتج عن إصابات النخاع الشوكي. ممكن الشخص يكون سليم وصحته كويسة جدا، ولكن يتعرض لحادثة وبالتالي يتعرض لإصابات في النخاع الشوكي، وبالتالي تتغير حياته بشكل كامل، ممكن يفقد قدرته تماما على الحركة، ممكن ما يبقاش قادر يقف على رجليه. هل الشخص ده يفقد تماما يعني قدرته على الأمل، وإن هو ممكن يمشي مرة تانية، وإن هو ممكن يتحرك مرة تانية، وإن هو على أقل تقدير ممكن يقف على رجليه مرة تانية؟ الحقيقة إنه العلاج الطبيعي هنا حصل فيه تطور كبير جدا، والحقيقة إنه الناس اللي بتصاب بشلل ناتج عن إصابات في النخاع الشوكي بيقدروا مع جلسات العلاج الطبيعي إن هم يرجعوا مرة تانية أقرب للطبيعي، يعني مش بيعيشوا حياة طبيعية زي اللي كانوا عايشينها قبل كده، ولكن يمكن تكون حياة أفضل بكتير من اللي هيعيشوها لو هم يأسوا وما بدأوش في جلسات العلاج الطبيعي وقرروا إن هم خلاص هم أصيبوا بالشلل، هم هيفضلوا كده طول حياتهم. هي أسئلة كتير جدا هنطرحها النهاردة على دكتور رانيا السيد عبد العليم، استشاري العلاج الطبيعي لأمراض المخ والأعصاب طب القصر العيني. دكتور مساء الخير على حضرتك ومنورانا يا دكتور، وأنا مبسوطة جدا من الموضوع اللي بنناقشه النهاردة، لأنه الحقيقة هيدي أمل لناس كتير قوي قاعدة بتتابعنا إن شاء الله. طبعا ان شاء الله. طيب في الأول يا دكتور كده يعني اشرحي للمشاهدين النخاع الشوكي ده موجود في أي مكان في الجسم، بيمتد من فين لفين؟ تمام، احنا عايزين نقول الاول ان النخاع الشوكي ده حاجه تبع حاجه اسمها السنترال نيرفس سيستم، اللي هو الجهاز العصبي المركزي. طالما حاجه تبع السنترال نيرفس سيستم يبقى اللي هو الجهاز العصبي المركزي، يبقى احنا بنتكلم في جزء مهم جدا من الجهاز العصبي، من اسمه سنترال يعني مركزي، يعني ليه تحكم كبير في الحركة وفي حاجات كثيرة جدا. ده موجود في قناة اسمها قناة الحبل الشوكي داخل الفقرات، من أول ماشي معانا من أول الفقرات العنقية لحد نهاية العمود الفقري، لما بينتهي بعد كده بحاجة اسمها الكودا كوينا، اللي هي بقية جزء يعني لما بيخلص النخاع الشوكي بيبدأ فيه جزء منه اسمه الكودا كوينا، حتى دي برضو لو حصل فيها برضو إصابة برضو بتؤدي معانا للشلل. طيب نتكلم بقى على الدور اللي بيؤديه النخاع الشوكي في جسمنا في حركتنا، يعني هو ليه علاقة بالحركة بشكل كبير. طبعا طبعا النخاع مظبوط. الشوكي يعني ده على حسب الليفل بتاع الإصابة، مستوى الإصابة، يعني مثلا لو الإصابة في الفقرات العنقية، الليفل اللي تحت الإصابة كله بيحصل فيه شلل، يعني يعني حسب مكان الإصابة حسب مكان بيحصل الإصابة شلل. تحته بيحصل شلل، تحت مكان الإصابة بيحصل شلل، بيبقى حاجة اسمها upper motor neuron lesion، يعني بيبقى فيه الريفلكس عالي، التون بتاع العضلات بيبقى فيها تيبس تحت مكان الإصابة، سواء يعني لو الإصابة مثلا في الفقرات العنقية هيبقى عنده شلل رباعي، لو الإصابة في الفقرات الصدرية أو القطنية هيبقى عنده إيه شلل من تحتها لحد يعني والساقين كاملين. طب أنواع بقى يا دكتور الإصابات بتحصل نتيجة لإيه؟ طبعا من اشهر الاسباب بتاعت يعني اصابات النخاع الشوكي الحاجه المعروفه طبعا الحوادث، دي يعني الحاجه اللي الناس كلها الأشهر. الاشهر يعني اشهر الحالات، ساعات الوقوع من الادوار العاليه برضو بيعمل برضو اصابه في النخاع الشوكي. بعد كده نيجي للامراض بقى اللي بتسبب اصابات النخاع الشوكي، زي وجود ورم على الحبل الشوكي، ده برضو من الحاجات اللي ممكن تعمل نفس المشاكل، ورم على الحبل الشوكي بالتالي يضغط على الحبل يضغط الشوكي على فيعمل الحبل فيه قطع الشوكي، مثلا. فممكن الضغط، ممكن أثناء الجراحة أصلا يحصل، لأنه ممكن الورم يبقى جوه الفايبرز نفسها بتاعة الحبل الشوكي فيحصل إصابة أصلا أثناء الجراحة. طيب دكتور من كلام حضرتك كده أكيد في ناس من اللي قاعدين بيتابعونا دلوقتي هيقولوا
طب هو ايه علاقة الحبل الشوكي بالغضروف ومشاكل الغضروف؟ هل ليه علاقة؟ طبعا طبعا، لسه كنت هقول دلوقتي فعلا من الاسباب انه ممكن في ناس بيبقى عندها انزلاق غضروفي ويطنشوه، مع ان الانزلاق الغضروفي دلوقتي احنا بنعالجه بحاجه اسمها يعني غير جلسه العلاج الطبيعي اللي بتشيل التهابات العضلات والشد اللي بيبقى في الحاجه اسمها البارافيرتبرال ماسلز، دي العضلات الصغيره اللي بتبقى ماسكه في العمود الفقري والتهاب الاربطه اللي بتبقى حوالين العمود الفقري. لا كمان ممكن الانزلاق الغضروفي يضغط لو اتساب، خصوصا لو كان الضغط سنترال يعني مركزي، ده ممكن يضغط على النخاع الشوكي. فدايما لما حد يكون عنده ديسك اهتم بالموضوع، لانه يعني في خطر. شوفي هو مجرد فقرة في الظهر فيها مشكلة ممكن تؤدي يعني، ودي من الحالات على فكرة اللي انا شفتها عندي في العيادة، حد كان فعلا بدأ الضغط على النخاع الشوكي، عمل له فعلا خلاص يعني بدأ بيفقدوا الحركة يا بدأ دكتور، يبقى يعني عنده ضعف في مع العضلات وقت من الأوقات بيبقوا حاسين إنهم مش قادرين يمشوا مش أصلا. قادرين يمشوا. وفي حد والده يعني جاب والده عندي يعني الحمد لله، كمان كان سنه كبير، وبفضل ربنا بعد ما عملنا الجلسات وعملنا له شد الفقرات بالكمبيوتر، الراجل الحمد لله اتحسن جدا ومشي والدنيا اتحسنت خالص يعني، بس يتلاحق. طيب دكتور، فرصة بقى ان احنا نتكلم شوية على الانزلاق الغضروفي، لانه كمان مشكلة ناس كتير جدا، وبقينا بنلاحظ انه في سن صغير، يعني مع شباب صغير في السن بقى يشتكي من آلام مبرحة في ظهره، ولما يبتدي يعمل الفحوصات الخاصة بيه يكتشف انه عنده مشكلة في الغضروف. ليه يا دكتور ده بقى يحصل في سن بدري قوي؟ وايه اسبابه؟ طيب طبعا برضو ليه بيحصل في سن بدري؟ هو في سن بدري في السن الكبير بيبقى معروف ممكن يبدأ يحصل تآكل، اضمحلال في الغضروف يعني في الغضروف وفي القناة اللي هي الليفية اللي بتبقى حوالين الغضروف، فده ممكن يبقى سبب ده في السن الكبير. السن الصغير ممكن ان هو يكون عمل زق حاجة تقيلة او شال حاجة تقيلة في الديسك او الغضروف، زي عمل طق فرقع من مكانه، فالقرص اللي فيه ده جواه مادة زي الجيلاتين فتخرج منه وتضغط على الجذور العصبية، حاجة اسمها النيرف روت لو هي ضغطت لاترال او طب انتي بوسترو لاترال. هتخوفي دلوقتي الستات اللي بتتفرج علينا، يعني احنا خلاص مقربين جدا على العيد، ودلوقتي موسم تنظيف البيوت، والستات الحقيقة بتبذل يعني جهد كبير جدا في الوقت ده ان هي يعني تعمل حاجات مختلفة في بيتها وتفرح ولادها، ويمكن بتضطر ان هي تشيل حاجات تقيلة قوي، فممكن ده يحصل يا دكتور، صح مظبوط؟ طبعا لو هي واخده وضع غلط يعني يعني، لو الست شالت حاجة تقيلة على طول ممكن يحصل لها انزلاق غضروفي. بصي طريقه الشيل نفسها بتفرق، ووزن الحاجه اللي بتشيلها ما ممكن يكون اكتر من طاقتها يعني، فاهمه قصدي؟ طريقه الشيل نفسها تفرق، ان انا محمله على ظهري ولا وطيت ونزلت جبت الحاجه ومحملتش على فقراتي وانا بجيبها زي مثلا. الناس اللي بتشيل اثقال كده، هي في بالظبط ليه تكنيك ليهم معين تكنيك. لان ايوه هم يرفعوا الوزن التاني. فدي متوقفة على حاجتين، الطريقة اللي شالت بيها الحاجة والحاجة التانية اللي متوقفة عليها الوزن بقى يعني، برضو ما في حاجة مش وزنك ان انت صحيح. تشيليها يعني، فاهمة قصدي؟ فدي طبعا ممكن تأثر معانا طبعا. طيب ايه الاعراض يا دكتور، يعني ايه الاعراض اللي لو اي شخص حس بيها يبتدي يقول لا انا لازم ابتدي ألجأ لفحوصات اكتر عشان اعرف لو كنت بعاني من مشكلة في الغضروف او لا؟ طبعا بصي اول عرض ممكن يكون في وجع في مكان الظهر او الرقبه او على حسب يعني مكان الغضروف، وممكن يبقى الوجع في المكان اللي مضغوط عليه يعني على النيرف روت، على حسب الجذور العصبيه ضغط على ايه. مثلا ممكن حد يجي الشكوى الاساسيه مثلا من عضلات دراعه فيها تنميل، فيها وجع، فيها تقل، كل الحاجات دي هتخلينا يعني ايه نلجأ من للفحوصات عضلات الدراع، يعني من الدراع نفسه. لو رفع رقبته ساعات يشتكي بتنميل دراعي كله وجعني. ايوه انا كنت لسه اسالك في القصه دي يا دكتور، يعني كتير جدا مننا يشتكي من الام مبرحه في الرقبه،
في ناس كتير ومسمعة في الدراع. في ناس كتير تجيلنا اصلا الشكوى مش رقبتها، تقولي كتفي ودراعي كده، اه وبعد كده نيجي نعمل الانفستيجيشن الفحوصات نلاقيها ان هو ضغط من الانزلاق الغضروفي في رقبتها، يسمع في الرقبة ويسمع في الدراع ويسمع في الدراع، وممكن وفي يعمل الرجل دوخة، وممكن دوخة. دوخة طبعا، وممكن لو الديسك ضغط انتيرير يعني لقدام، ممكن في ناس تشتكي من صعوبة في البلع. يا خبر، او ده عرض مثلا ما بتلاقي ناس كتير سمعتوش عنه. هتتفاجئ بيه النهارده. صحيح. الظهر مثلا من الحاجات اللي مشهورة لازم نتكلم عنها طالما اتكلمنا عن الانزلاق الغضروفي، اللي هو طبعا السياتيكا اللي هو بنسميه عرق النسا، الضغط على الفقرات القطنية والأخيرة والعجزية الأولى ممكن يعمل عرق الناس، ده بيعمل وجع في الظهر من ورا لحد تحت لغاية تحت كعب الرجل. لحد كعب الرجل، كل ده مكان فيه ألم. ده بنعالج الضغط اللي على العصب، وبنعالج الغضروف نفسه بإن احنا نعمل شد فقرات بالكمبيوتر، فنبعد الفقرات عن بعضها في الديسك واحدة واحدة يترد في مكانه. ولكن امتى يا دكتور الانزلاق الغضروفي اثر لدرجة ان هو يعمل اصابة في النخاع الشوكي؟ امتى؟ لو ضاغط على لو مكان الضغط بتاعه، ما احنا قلنا ممكن يضغط على الجذور العصبية وممكن يضغط في النص فيضغط على النخاع الشوكي، وهنا بيبقى خطر لان انت لو سبت الديسك ده يخرج اكتر من كده ممكن يقطع النخاع الشوكي. حتى لو مقطعش هيعمل ضغط على النخاع الشوكي، فيعمل نفس الاعراض بتاعت الايه اصابات النخاع الشوكي اللي هو ضعف العضلات والشلل، ممكن يفقد التحكم في البول. انا شفت حالات وصلت لكده وهو يجي بيشتكي من الشكوى دي، يعني هو اكيد اهمل لفتره طويله جدا طبعا. لحد لما فقد القدره على التحكم في البول وبعد كده بالظبط جيت عليه، بالظبط فدي حاله تعتبر ان هي متاخره. بالظبط. طيب دكتور، هنرجع مره تانية للنخاع الشوكي، وعايزه اعرف لو الشخص عمل حادثه وبعدين اتنقل المستشفى، امتى حضراتكم بتكتشفوا ان الشخص ده نتيجة الحادثة هو بيعاني من إصابة في النخاع الشوكي؟ وهل إصابات النخاع الشوكي ليها درجات؟ تمام. بصي، اولا احنا بنعرف هو الموضوع اصلا بيتعرف طبعا لان هو بيبقى فاقد الاحساس مثلا بالجزء من تحت مكان الاصابه ده، خلاص هو مش حاسس بيه، لو حطيتي ايه بيبقى فاقد الاحساس فيه، فده بيبقى حاجه سهله، بالاضافه ان هو طبعا بيدخل عمليات بيعمل حاجه اسمها سباينال فيكسيشن، بيثبتوا له الفقرات اللي ثابت بعضها دي، وبعد كده المفروض ان هو بعد ما بيخلص دور المستشفى وخرج، كل ما بدأنا بدري ده بيكون أفضل. ليه؟ عندنا نظرية اسمها نيورال بلاستيستي. يعني ايه نيورال بلاستيستي؟ يعني قدرة الخلايا العصبية على التجدد من أول وجديد. ده يا إما خلايا ملهاش وظيفة بتاخد وظيفة الخلايا المصابة، يا إما إنه الخلايا العصبية بتعمل حاجة اسمها نيرف سبراوتنج، تفرعات جديدة، يا إما المواصلات العصبية النشاط بتاعها يزيد او الكفاءة بتاعتها تزيد او كميتها تزيد. طيب سؤال هنا يا دكتور، معلش، هو دلوقتي فقد القدرة على الحركة وان هم ان هو يقوم وان هو يقف على رجله، القدرة دي تم فقدها نتيجة انه الحبل الشوكي اتقطع؟ اتقطع ما هو بص، يا اما اتقطع قطع كلي او جزئي؟ او اتقطع قطع جزئي. اذا اتقطع يعني كل حاجه بقى دي بتفرق معايا انا في البرنامج اللي انا بعمله، يعني مثلا لو اتقطع قطع جزئي فبشوف انهي عضلات لسه شغاله مثلا في رجله وببدا اشتغل عليها واستفيد منها لانها هتفيدني في التحميل، اني احمل عليها واقفه عليها هستفيد منها. لو القطع كان كلي يبقى انا هستفيد من العضلات العلويه العلوية. ان انا احمل عليها واقويها اكتر حتى من النورمال تون، يعني او من العضله ان هي تبقى من الطبيعي، لا تبقى اكبر قوة لأن أنا عايزاها في التحميل. لو في جزئي يبقى أنا إيه هشتغل. وفي برضو من الأمراض المشهورة على فكرة في نقولها لازم في التهاب النخاع الشوكي حاجتين، اللي هي حاجة اسمها ترانسفيرس مايلايتس اللي هو التهاب بيحصل في النخاع الشوكي، ده بيبقى التهاب بس لكن النخاع الشوكي ولا في قطع ولا في أي حاجة.
ويعمل بس نفس مجرد الأعراض. التهاب. طب دكتور الالتهاب ده قابل بقى ان هو يتعالج؟ يعني احنا بنسمع كلمة التهاب فهو قابل ان هو يتعالج غير القطع الكلي اللي بصي ممكن يحصل؟ البروجنوزيس بتاعه 3 حاجات، التلت بيخفه خالص من غير اي ماشي. حاجة، والتلت بيبقى فيه يعني ديسابيليتي كده، عجز بسيط، والجزء التالت لا بيسيبه عجز كلي لما ما بيتعالجوش او ما بيعملوش العلاج الطبيعي صح. طيب الالتهاب ده ليه سبب انه يحصل ولا ملوش سبب؟ ممكن ممكن يحصل من كده جهاز لوحده. ممكن ايديوباثيك طبعا، ممكن جهاز المناعة جهاز اوتوميون المناعة يهاجم يهاجم النخاع النخاع الشوكي الشوكي. فيعمل ترانزفيرس مايلايتس، التهاب في طبقة الميالين بتاعة النخاع الشوكي. طيب الناس اللي عانت من التهاب دي ودرجة حالتها يعني سمحت لها ان هي لا لازم تاخد جلسات علاج طبيعي عشان تتحسن وهي مش تتحسن من نفسها، بتاخد وقت اكبر يا دكتور من الناس اللي حصل لها قطع لا ده كامل في بالعكس، الترانسفيرس مايلايتس النتيجة بتاعته اللي هو اسرع؟ أسرع من القطع، لأن الفايبرز كلها موجودة، بس يبدأوا بدري في العلاج، لأنه العلاج المبكر ده هيساعدنا. إن احنا نظرية النيورال بلاستيسي يعني اتعمل أبحاث، لقوا إن الناس اللي هم اشتغلوا بدري على الموضوع ده واللي هم اشتغلوا كورس مكثف، علاج طبيعي مكثف من 6 ل 8 ساعات يوميا، دول كانت النتائج بتاعتهم احسن، والنيورال بلاستيستي اللي هي قدرة الخلايا على التجدد والمؤثرات العصبية ان هي تزيد، وان الخلايا تعيد تنظيم نفسها من جديد. الابحاث قالت ان هم لما عملوا لهم تصوير لحاجة اسمها الكورتيكال بريزنتيشن بتاعتهم، لقوا انه التحسن بتاعهم اسرع كتير. هايل. طيب احنا هنتكلم بالتفصيل يا دكتور عن العلاج وعن دور العلاج الطبيعي اللي كتير جدا من الناس للاسف بتغفل قيمته في علاج حاجه زي او حاله زي مشاكل النخاع الشوكي دي او اصابات النخاع الشوكي، ولكن حابه كمان اتكلم على الاورام اللي ممكن تحصل فبالتالي تاثر على النخاع الشوكي. الاورام يا دكتور لو حصلت هل لما بتتشال يعني الورم لما بيحصل في المكان ده وتم استئصاله هل الشخص يقدر يرجع يمشي عادي زي ما هو ولا؟ بصي ده بقى متوقف على حاجتين، حجم الورم ومكان الورم. هل هو كان بره يعني مش جوه النخاع الشوكي نفسه فما اضطرناش واحنا بنشيله يحصل قطع الجزء من الفايبرز بتاعت النخاع الشوكي، وحجمه قد ايه؟ لو فده حجمه كبير فهو بالتالي كده 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 ضغط وكده كده هيبقى وصل للنخاع الشوكي، فده هو ده اللي بيحدد، لانه ساعات الدكتور بتاع جراحة المخ والاعصاب بيبقى هو كمان في وضع اضطراري. هو مضطر عشان ينقذ حياته يفقد القدرة على الحركة. فهو ساعات يعني يعني انه أحسن الوحش زي ما بيقولوا. يعني هو كمان مضطر، ما هو داخل في الفايبرز بتاعت النخاع فبيضطر ياخد منها جزء حتى يعني لو بدون قصد، ولكن ده كمان بيتم تأهيله بنفس بنفس الطريقة جلسات العلاج كأنه عنده الطبيعي. أو كأنه كان في قطع مثلا في النخاع الشوكي، وبنشتغل بنفس الطريقة. وفي برضو من ضمن الحاجات برضو عارفة حاجة اسمها السرنجوميالية، بما اننا اتكلمنا عن الأورام، ده مش ورم، ده بيبقى زي كيس مية، كيس فيه سائل فلويد، وبيبقى ضاغط على النخاع الشوكي. ده من الحاجات على فكرة اللي بتبقى بتجيب نتيجة حلوة لما بيتشال الكيس ده، في بيتشال الكيس وعادي وبيعملوا علاج بيقدر طبيعي فترة يمشي صح. صغيرة مش كبيرة، وبيمشوا بيبقوا كويسين جدا. طيب خلينا نتكلم يا دكتور شوية على شخص تعرض لحادثة وواضح يعني ان الحادثة ما هيش كانت يعني ما كانتش حادثة سهلة عشان تأثر بالشكل ده عليه انه يفقد تماما قدرته على الحركة والمشي. هل الشخص ده بيكون مستعد بعد لما بيخرج من المستشفى ان هو يتقبل ان هو يبدأ جلسات العلاج الطبيعي ولا بيكون بيعاني من حالة نفسية ان هو رافض اصلا؟ هو خلاص انا كنت بمشي على رجليا وكنت كويس وكنت زي الفل وبعدين فجأة في حادثة عربية انا فقدت القدرة على المشي والحركة، انا خلاص مش عايز حاجة من الدنيا دي مش عايز اتعالج. بصي بقى عشان السؤال ده حلو جدا، لان ده سبب المعاناة اللي انا بشوفها مع المرضى. بصي دايما بيتقال لهم في المستشفى خلاص النخاع الشوكي اتقطع وده مش هيرجع تاني، ف ياخدوا الكلمة كده فيعني هي كفاية الكلمة دي يسمعها عشان يبقى رافض أي علاج أصلا. فاللي بيحصل انه العيان ده يعني بيترمي،
هو نفسه بيفقد الامل، والكلام اللي الاهل سمعوه بيقولوا خلاص يعني ده كده مفيش امل، فبيتساب خالص. فتعالي بقى نبص على المشاكل اللي انا مثلا بيجي لي بقى العيان بعد ما فاق واهله مثلا او دخلوا شافوا مثلا على اليوتيوب حلقه او كده، وييجوا بقى يلحقوا نفسهم. تعالي بقى شوفي كميه المشاكل اللي انا هعاني منها. اول حاجه جاي لي عنده قرح، فانت عايزه تعالجي القرح، ما هو ما بيتحركش، كره فراش. قرح فراش. فجاي لي عنده قرح، طبعا العضلات اللي حصل فيها حاجه اسمها كونتراكشرز، بدات يحصل فيها انقباضات وبدات تتني تيبس. وتيبسات، فتبقى انت عندك مشكله تيبس ومشكله الشلل. اللي هو بدل ما هتعالجي مشكلة واحدة بقى انتي ده دلوقتي بصي ده لسه دخلتي هقول في لك، اكتر من ده في مشكلة. مشاكل تانية، في ايه بقى كمان يا رب؟ تشوهات في المفاصل، زي مثلا انه رجله اتشبست فتدخل في حاجه اسمها تتني كده، في حاجه اسمها تاليبس اكواينو فيروس، فبقى في تشوه في المفصل. بصي بقى انا كنت هعالج شلل بس من النخاع الشوكي، بصي كميه المشاكل. تعالي بقى بصي المشكله الكبيره، ان انا العضلات اللي هي المفروض كانت كويسه وشغاله وسليمه بدات هي كمان تضعف، حاجه اسمها ديسيوز اتروفي، العضو الذي لا يستخدم يضمر. يضمر، صحيح. تمام، فهي كمان حتى العضلات اللي كانت قويه من قله الحركه بدات تضعف، فدخلت في كميه مشاكل مشاكل غير رهيبة، المشكله الاساسيه صحيح اللي هي اصلا كبيره. صحيح. عارفه لو انت تبقي مش عارفه همسكه منين، يعني طب أبدأ هعالج منين؟ هعالج ايه صحيح، يعني. فهم يعني بيصعبوا الدنيا بيصعبوا على الدنيا الشخص على نفسه. الشخص وعلى نفسهم، لانه الاهل في الموقف ده بيبقوا تعبانين اكتر من الشخص يمكن. بس هنا يا دكتور هرجع واقول لك معلش، دي مش مشكلة الشخص اللي متعرض لحادثة لان هو كفاية اللي هو فيه، ولا مشكلة اهله اللي هم ممكن يكونوا مش فاهمين ابنهم بيتعرض لايه او قريبهم بيتعرض لايه، ولكن هي مشكلة الاطباء اللي زي ما حضرتك قلتي دلوقتي قالوا لهم الخبر كده بشكل مفاجئ وصدموهم وفهموهم مفيش امل. بصي يعني انا دايما في الحته دي بقى عندي ايمان بايه؟ بالتخصص. هنا دكتور مثلا جراحه المخ والاعصاب عمل سباينال فيكسيشن، خلاص يعني كده الدور هنا خلص، لازم اشوف ايه اللي بعد المرحله دي. هو عمل اللي عنده، قال لهم خلاص انا كده عملت اللي عندي وده ما بيتحركش. لا، انا شايفه ان الاهل ليهم دور ان انا ادور، لو حد اكيد اكيد قال له كلمه علاج طبيعي، ادور مين متخصص مثلا في العلاج الطبيعي مثلا في تخصص المخ والاعصاب ده، ومين يقدر يعالجني. وبعدين احنا الطب تقدم، يعني ما فيش حد اسمه دلوقتي يعني زي ما يقول لك ده العيان اتشل خلاص وقعد على ايوه الكرسي، صحيح، فاهماني دلوقتي يعني المفروض دلوقتي ان ما فيش حد اسمه مشلول وبيقعد، يعني حالات الشلل النصفي كلها بيمشوا، حالات الاطفال السي بي الشلل الدماغي كلهم بيمشوا، حالات الشلل الناتجه كله برضو الحمد لله بفضل الله قدرنا نتوصل عن طريق اجهزه وعن طريق حاجات بنلبسها لهم وتقويه عضلات ان هم برضو يقدروا يتحركوا، فليه احنا نحكم عليهم يعني بالموت. دكتور ده كان سؤالي الجاي، انه يحصل طفرة بالطريقة دي في العلاج الطبيعي وفي اجهزة العلاج الطبيعي، دي اكيد حاجة تفرحنا كلنا، لانه زي ما حضرتك قلتي دلوقتي احنا كنا بنتخيل الشخص اللي بيتعرض لحادثة وبيتعرض لشلل نصفي او شلل كلي، بالتالي ده خلاص حياته كده وقفت وخلصت، ولكن الامل موجود، وانه لا، مع الصبر ومع جلسات العلاج الطبيعي المنتظمه ومع الاجهزه هو ممكن طبيعه حياته نفسها تتحسن تتغير طبعا. وتتغير. من امتى يا دكتور حصلت الطفره دي تقريبا؟ بصي هو الحمد لله، بصي يعني ايه، احنا عندنا مشكله اصلا انه يعني تخصص المخ والاعصاب من التخصصات اللي هي حتى صعبه في الدراسه، حتى عندنا احنا كمان في مجال العلاج الطبيعي، لانه الجهاز المركزي بتاع الجسم كله، التحكم بتاع الجسم كله، فمش ناس كتيرة متخصصة في موضوع المخ صحيح، والأعصاب، ودي حاجة يعني أنا بشوف إن ربنا أنعم عليا بيها إن أنا يعني اخترت التخصص ده وأنا حبيته ومشيت فيه. والحمد لله عارفة كمان أنا يعني في حاجة جديدة، يعني أنا الحمد لله من الناس البايونير بيها، وإن شاء الله يعني هعمل بيبر فيها وهنشرها بره، إن احنا اكتشفنا وأنا بعمل جلسات للناس دي في منتج كده، مادة مصنوعة من الفضة لما بتحطيها، عندنا جهاز اسمه ايونتوفوريزيس. يعني ايه ايونتوفوريزيس؟ يعني ده جهاز بيدخل الدواء للجسم من غير ما احقن حقن مباشر، انت بتحقني الدواء جوه الجهاز. الدواء ده بيعمل ايه؟ بيعمل تنبيه للخلايا الجذعية المجاورة ان هو ينشطها،
وليه تأثير قوي جدا مضاد للالتهاب ومضاد لأي التهاب، سواء التهاب عادي أو التهاب بكتيري. الجهاز ده لما بنحقن فيه المادة دي ونحطها على مكان الإصابة، لما جربنا الحالات اللي عملت الحقن ده اللي بينشط الخلايا الجذعية وليه تأثير قوي، المادة دي لما حطيناها مع الجلسات، بس مع الجلسات مش لوحدها، عشان في كده طريق جاي جديد يقولك ايه، انا اروح احقن خلايا جذعية متخيل ان الخلايا الجذعية دي هتخليه يقوم. انا لازم اكلمك عن الخلايا الجذعيه دي، لانه ده معتقد شائع عند ناس كتير جدا بالظبط. دلوقتي. لا، احنا بنحقن المادة اللي بتعمل تنشيط للخلايا الجذعية دي جوه الجهاز، وده بيعمل تنشيط وفعلا جاب نتيجة. يعني الناس اللي احنا جربنا معاهم الحقن النتيجة كانت اعلى واسرع من الناس اللي احنا ما عملناش معاهم الحقن. طيب الاعلانات بقى يا دكتور اللي كتير من الناس بتروج ليها دلوقتي، انه الحقن بالخلايا الجذعيه ده بيعمل معجزات وبيعمل طفره في العلاج، والناس بتمشي ورا اي امل يعني. بصي، اللي انا شفته يعني التجربه العمليه، ناس جولي حقنوا الخلايا الجذعيه وما كانوش عاملين العلاج الطبيعي المكثف وما عملوش صح، ما استفادوش منها خالص. يعني مش هيستفيدوا منها لو انا ما لحد فيش دلوقتي ما شفتش حد عملها من غير العلاج علاج طبيعي، هو مش هيستفيد مش منها. بيستفيد منها. فاحنا من هنا جت الفكره ان احنا طب نجرب الماده اللي بتنشط الخلايا الجذعيه المجاوره دي وتوصلها للمكان ده مع العلاج الطبيعي المكثف عن طريق الجهاز بتاع الايون توفريز، ده جهاز امريكي اللي احنا بنحقن فيه ده وبيجيب نتائج حلوه جدا مع الماده دي. طيب بتحقني يا دكتور أماكن الحقن بتبقى فين؟ في مكان في الاصابه مكان الإصابة. بتاعت النخاع الشوكي بيجيب، لقينا ان هو بيجيب نتيجة هايلة جدا، ومن الحاجات اللي لقينا انه الفرق في التحسن اعلى والوقت اقل. طيب خليني بقى أسألك على الجلسة نفسها، لأنه كتير من الناس اللي بتتابعنا دلوقتي ويمكن ما كانش عندها الحظ إن هي زي ما حضرتك قلتي تسأل أو تعرف إنه يا جماعة العلاج الطبيعي بيتدخل بشكل كبير جدا في مشكلة إصابات النخاع الشوكي، وبيجيب نتائج مش هنقول 100% أبدا لأن عمرها ما تبقى 100%، ولكن يعني بتحسن أو بيبقى فيه جودة لحياة المريض بالظبط، أفضل من الأول طبعا افضل يا من ان دكتور، انت صح؟ تبقى قاعد قاعده الفراش او طريح الفراش. صحيح. طيب الناس دلوقتي سمعت الكلام ده وحابة إن هي تبتدي مع الشخص اللي بتحبه عشان تقدر تساعده إن هو يتحرك أو يقف مرة تانية، حياتك اشرحي بقى للناس دلوقتي طبيعة الجلسة بيبقى شكلها عامل إزاي، بتبقى قد إيه أولا في الوقت، لأن الوقت ده كمان ناس كتير هتسأل عليه، وهو في الوقت ده بيعمل ايه او بيقعد على اجهزة شكلها عامل ازاي؟ نشرح لكم بقى كل حاجة. أولا وقت الجلسة، أنا مش بقتنع في حالات الشلل بشكل عام بجلسة. بصي، أنا شرحت دلوقتي نظرية النيورال بلاستيسي إزاي الخلايا دي هتتنشط وتشتغل تاني. هديكم مثال حلو قوي بحب أقوله، لو أنا عايزة دلوقتي مثلا أعلمك لغة جديدة أنت ما تعرفيهاش خالص، لو أنا قعدت معاكي كل يوم 4 5 ساعات أو 6 ساعات بشرحها لك، زي ما اديكي حصة في الأسبوع ساعة، أكيد لا. فانت في خلال شهر هتكوني خلاص هضمتي اللغه دي وحفظتيها كانها الناشونال لانجوج بتاعتك او المذر فيبقى لانجوج بتاعتك. الوقت كل ما بيطول كل ما النتائج بتبقى أفضل وأسرع. بالظبط كده، لان انت المخ نسي الحركه، الحركه دي خلاص مش موجوده. فانت عشان تعملي نظريه النيورال بلاستيسي اللي احنا شرحناها، ان الخلايا تتجدد من اول وجديد وان الخلايا تشتغل وان الخلايا اللي ملهاش وظيفه تاخد وظيفه الخلايا دي، وان الخلايا تنظيم نفسها او المواصلات، المواد اللي هي المواصلات العصبيه دي كميتها تزيد او عددها يزيد، عشان ده كله يحصل فانا لازم يبقى عندي وقت كتير قوي بشتغل فيه عشان ده يحصل. حاجه اسمها ايه، يعني موتور انجرام، يعني بتعملي برمجة جديدة جوه المخ. ما بتعرفيش تشتغلي على اللابتوب، لو قعدتي كل يوم تتدربي هتبقي بروفيشنال. فاهماني؟ اي حاجة جديدة خلاص المخ مش فاكرها او مش عارفها، الطبيعي ان انت كل ما بتديله وقت اكتر كل ما الاستجابة بتبقى اعلى. يبقى دي اول بوينت.
تاني نقطة مهمة في العلاج اللي هو الطريقة الحديثة اللي الحمد لله ان احنا يعني يعتبر يعني اول حد يبدأ فيها، ان احنا لما جربنا المادة دي كانت بتتحط على الجروح وعلى الحاجات دي، لما جربناها في الحقن لان هي بتزود الخلايا الجذعية قوي، لما جربنا الحقن فدي جابت من الحاجات اللي جابت نتائج هايلة اللي هو معايا. اللي حضرتك شرحتيها اه من اللي انا شوية. شرحتها. طيب الحاجة بقى التالتة، الجلسة عبارة عن احنا علاج المريض ده بنحط له 6 مراحل. المرحلة الأولى دايما بتبقى حاجة اسمها المات اكتيفيتي، اللي هو لو العيان خلاص طريح الفراش بتبقى انت ان انت تقعديه على السرير بيبقى صعب، فبنقعده على مات في الأرض وبنبدأ ندرب العضلات بتاعته اللي شغالة، وبنبدأ نعمل له حاجة اسمها بوزيشننج ونحطه في أوضاع صح. بعد كده بتيجي حاجة اسمها البيد اكتيفيتي اللي هو نبدأ نطلعه على السرير ونعلمه ازاي يعمل حاجة اسمها ويت شيفت، يرفع نفسه وهو على السرير، يسند على ايده ويرفع نفسه. ليه انا بعمل الويت شيفت؟ عشان اتنقل للمرحلة الثالثة اسمها ترانسفير اكتيفيتي، اللي هي لما هو عارف يعمل ويت شيفت على السرير وبقى قادر يرفع نفسه فيقدر ينقل نفسه لوحده على الويل تشير، على الكرسي الكرسي المتحرك. المتحرك. وصلنا للمرحلة بتاعة الكرسي المتحرك، بنبدأ المرحلة اللي بعدها ان احنا نحط له مشاية او كراتش على حسب الحالة، ونبدأ ننقله من مرحلة الويل تشير الكرسي المتحرك. طب حمل، بعد ما بنكون طبعا دربناه كويس وبنلبسه جباير في رجله، أجهزة ليه بتتلبس جباير؟ عشان تمسك أجهزة شوية، تعويضية عشان تخلي الرجل متماسكة متماسكة شوية قدر فيقدر الإمكان عشان يحمل يقدر عليها، فيقدر يحمل عليها لانها يعني ايه ما فيهاش حركه خالص، فبنساعده بالوسائل. وساعات طيب بنلبس حزام ظهر كمان طيب بيمسك الظهر كل بشكل معين. الحاجات دي اللي هو حزام الظهر والجباير اللي بتلبس في الرجلين دي بتتشال مع الوقت لما هو اه ده جهاز، عضلاته دي اجهزه بتتركب بتبقى وتتشال، أقوى. اجهزه تعويضيه بتتركب وتتشال تمام. بنبدا نوقفه بيها، وبعد كده بنبدا نعلمه ان هو ياخد خطوات بالمشايه، وبعد كده بنبدا نعلمه ناخد خطوات بالكراتش اللي هو العكاز، وبعد كده بنعلمه لما بدا ياخد خطوات خلاص هنعلمه ازاي يقع بقى. يعني ايه يا دكتور؟ ما هو هيقع ممكن، فبنعلمه ازاي يقع عشان ازاي ما يقع عشان ما يتكسرش. يتكسرش؟ بنعلمه ازاي، بنديله طريقه معينه ان هو يرمي الكراتشز بعيد عنه علشان ما ما يقعش عليها يتعورش. او تعوره، يرميها بعيد عنه، وازاي ان هو ينزل يعني ينزل بطريقه معينه بحيث ان هو يبقى على ركبه، لان احنا بنبقى مدربينه ازاي وهو في الارض ان هو يقوم من على الركبه، وبعد كده ازاي ان هو يقوم، لان احنا بنبقى بنعمل حاجه اسمها ترانك كنترول، بنقوي عضلات الايه الجذع كمان، فدي بتساعده ان هو ايه بتزود حاجه اسمها الكور ستابيليتي في الجزء بتاع البطن والظهر، فده مع قوة عضلات دراعه، فده كله بيساعده ان هو يعرف يقوم تاني يعني ياخد اللي انا الكرة. بسمعه ده هايل على فكرة. طيب عشان هو يمر بكل المراحل دي عشان في الاخر يقدر ان هو يمشي بمساعدة مشاية او عكاز، هياخد وقت قد ايه؟ وده بيتوقف على ايه يا دكتور؟ هل بيتوقف على ان انا حد يعني عاوز ابقى كويس، طبعا طبعا ولا بيتوقف على سن المريض، بيتوقف ولا على حالته، بيتوقف على ايه؟ بصي طبعا فاكتورز كتيرة طبعا، بس أنا شايفة إنه من أهمها إن هو يبقى عايز. العلاج الطبيعي طبعا يعني إحنا طبعا بنستخدم في الجلسة كمان أجهزة كتيرة جدا، الجلسة حوالي 6 ساعات، كل أنواع التنبيه الكهربائي والتنبيه ويعني وحاجة اسمها هاي فريكونسي فايبريشن للعضلات والفاسيليتيشن وكل حاجات اللي هي بتشغل العضلات، يعني بنستخدم مجموعة أجهزة كتيرة جدا في الجلسة بالإضافة للتدريبات اللي إحنا شرحناها، كل ده بنستخدمه في الجلسة. طبعا في حالات ممكن الموضوع يبدأ من شهر لحد معاكي لحد 4 شهور، ممكن نوصل ل6 شهور، فالمهم ان انت يبقى عندك صبر، او ان انت يبقى عندك صبر انك تكملي المرحلة صحيح دي الفترة. للعلاج، وعندك إرادة. لا أنا كمان شايفة الإرادة والعزيمة يا دكتور طبعا في طبعا، القصة دي، يعني والصبر هي بقى بتلعب دور الصبر، كبير انت مش أوي. عندك حاجة صغيرة فاللي هو صحيح انا عايز كمان اسبوع الاقي نفسي أمشي. مشيت، لا اصبر شهر واثنين وثلاثة، صحيح كل ما انت هتصبر كل ما احنا النتائج بتاعتنا بتبقى افضل واعلى واحسن. صحيح. بس يا دكتور يعني متهيألي إنه من خلال الحلقة دي في أمل، يعني الحلقة عدت أمل لناس كتير جدا إنه
ما كانوش متخيلين او متصورين ممكن يقفوا مره تانية على رجليهم، طبعا او ممكن ياخدوا خطوات ولو بمساعده من شخص او بمشايه او بعكاز، ولكن طبعا لا في امل. في أمل إن شاء الله. طبعا بشكرك يا دكتور جدا. كانت معانا دكتور رانيا سيد عبد العليم، استشاري العلاج الطبيعي لامراض المخ والاعصاب بطب القصر العيني. بشكر حضراتكم على المتابعه، وبكره حلقه جديده وفريق عمل جديد. دايما خليكم على شاشه ناين لايف. باي باي.